نظارة، يحتاج نظارة، بس قال لي الدكتور على خشمك يلا مشينا. فاتحة بث ليه؟ ها؟ ماشي يشوفون شو مزوم على وجهي هنا. لا لا بس بودعهم بركب معهم الشنط. والله ماذا بس؟ خير فاتحة شوي. طيب يلا مروا. يما انت من قديش ببث وانا قاعدة السوق بالعقل يعني. تابعيني اكذب عليش احسن. طيب من بيقلي وش روح انا بشيل الشنط انت اللي روحي شو الشنط انا انا بجيب انت روحي انا بجيب وش الشنط انا بجيبهم شلون انا بلا سيارتي شلع عند البيت يلا اكسسوارات خليت خليت يلا يلا يا جماعة ورانا رحلة بنسافر على الرياض إن شاء الله نصل بالسلامة إن شاء الله ما تجيني نوبة هلع بالطيارة إذا جت خلاص زقت معي يا جماعة الخير وصلت المرحلة اللي I don't care خلاص بعيش حياتي عاد يا رب ما أوصل هناك وخاف افتحي بيبي بيبي لا ليه كنت نسيت المفتاح وش هي ما تفتح السيارة بيبي قطو مو سيارة يا حبي ما الأم هذه قهرتني أقول لكم قبل شوية مطفى علي اللايف ماشي معي نت لا نت في البيت ولا نت ذا قرست ساعة لين ما شحنت دقيقة وينه ماشي كبت المفتاح أنا اللصقة بشنطتي ما الأم إيش زعلانة مني ولا إيش يوم ما فتحتي يلا يلا يا جماعة نحط قهوتنا هون بسم الله تبارك الله حقة الله بالله هذا ايش تو 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 وش ده عشان تعرفون معاناتي مع خشمي دقيقة خلنا نحط الشنطة شيء بنضبط اصبر عشان لازم اترك سيارتي رديفة مو ارجع ارديها الزبغلة يا ويلي اشتويت احترقت راح اكشختي الفاضي دقيقة بريت مشيت الضحك انا بطريق يا الله متى تعدل مشيتي يا جماعة اذا شفتوا موتر طايح منه مناديل عرفوا ان انا لحظة نظف مناديل اماطة الاذى عن الطريق صدقة باقي باقي شيء وش ذا؟ إيه هذا شعري خلاص مين معك؟ أنا لوحدي بروح عندي شغل صرت دقومن أروح لوحدي خير خير ماني ماخذتش معاي ماني ماخذتش بتطلعيني كذا سيارتي بابها مفتوح بس دقيقة بصور معها يقول لك أكني عابر القارات خذ لحظة نركب سيارتي في سيارة وراي وصلت تكييف 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 لمبات تكييف لمبات منديل وخشم يعني قاعدة أنظف من هنا بخرب من هنا دقيقة بقرب بس الموتر المها عشان تحط أغراضي المفروض ما حرك السيارة عطوب سيارة يلا ايش عنا داور دقيقة بس أعطيهم دبة أعطيهم دبة حلوة يعني ألف الدبة على الباب وصلت
يلا. هاي الدبة كلها أغراض، الدبة كلها أغراض حقتي. أخي قفل البث شوي. لا ماني مقفل البث. خلاص حطيت شوي هذا. طب خلاص أنا بشيل الأغراض، إيش تبون؟ طيب اسمعوا، انا بخلي الجوال عند السياره، لا حد يطلع من عند الباب وبس. اوكي خلي عند السياره. لا بخلي عند الدبه يا بنتي. الدبه طيب يلا عند الدبه. لا لا يا حبيبتي خلاص، ايش تبغى منها انت؟ خرقي ايش يا بنت؟ تحتاجي شيء ورا. طيب حطي ورا المقعد. ادري ممكن اكشخب شنطاتي، ممكن شوي بس. هذه بس اغراضي صح؟ صغيره جنبك. طيب وين الصندوق؟ هذا هو تحت. روحي. لا ابغى اكشخب شنطاتي كلها. روحي 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 روحي، اطلعين فوق اطلعين فوق. يا بس استودعت شلون ماما عشان تطلعين باللايف. بحبش شافوني يا غبيه والله كذا دفيتيني. حب راسك بس خلاص روحي. يا اخي ظلمه ما حد بيشوف حاجه. خلاص روحي امه، روحي ظلام ارقص. روحي مع السلامه. على نفسك نوم اهم شيء. تمام اي بنام لا تخافين. لا ما بس والله سهرت اعرف انها كادي. شو اسوي بعد؟ لا لا نام انت. نام طيب بنام. يلا مع السلامه. زي الناس لا ما بسوي زي الناس. طيب بسكر بسكر اما اروح والله. يلا تعالوا يا شباب أوريكم شنطتي اللي خذيتها. طيب قبل ما نروح البوليفارد واضح الخطة من الله. طبعا دقيقة بجيب الشنطة الثانية. ها أيوة. طيب طيب أما هذا صندوقنا أنا وكادي، اللعبة اللي بنلعبها. يلا سكروا الباب مع السلامة. إذا رجعت انتبهوا شنبي. إذا رجعت تبغوا شنبي إذا رجعت. ما شرجع للدمام. ما حد قال شاطين يقري لا تطلع لوحدي. هذه شنطتي بنات البيضة. أمزح أمزح سك الباب. وهذه شنطتي الثانية البيضة. تشوفوني ولا لا؟ إيش رأيكم؟ خليتها من تخفيضات العائلة. رخيصة مرة. وهذه الشنطة الثانية. واو. واو اصبر اصبر. اصبروا خلنا نتضارب مع الحين دقيقة دخلها. اوكي. يلا مع السلامة يا أمه. يلا بسكر لها بلا بودعهم. وعو عرقت ما كاني تروشت. شعري صار قعشة. استودعتك الله خير مستر. شعري شو اسوي فيه؟ اصبروا من قواري الثاني. اصبروا خلنا اذكارك. بسم الله توكلت على الله وحقت بالله. بنات تستقبلوني هناك. رحلتي الساعه 5 اوصل الساعه 6. اوكي احبكم مره. لايفاتي صايره قصيره انا ادري، اعتذر جدا، لكن ان شاء الله راح اعوضكم بلايفات احسن. لسه قايب اسويها الان، لكن بسويها الان. لكن يا جماعه الخير اللهم صل على محمد. ايش كنت بقول؟ بعوضكم باحلى لايفات بس والله يعني شغل مره مهم يعني، واعلانات وزي كذا. ف اول ما اوصل اليوم اذا وصلنا لليل يمكن العب مع كادي التحدي قلتكم عليه. اذا ما امدنا اليوم اللي بعده ان شاء الله، لاني ما عندي شيء. انا اصلا شغلي بكل الاثنين، بس جيت قبلها بدري عشان اريح واقعد مع العالم وزي كذا. فحبكم مره، واللي مو ضايفني يضيفني. لا تنسون تضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي كله. وبس اوصل، ترى بس اوصل المطار ترى ببث هناك. ترى بحط جوالي الان على الشحن عشان يبسوق. طيب اول ما اوصل هناك ترى ببث هناك بالقاعه انا وانتو. بروح ناخذنا اكل وزي كذا، بناكل ان شاء الله. اوكي وبنسولف وبندرش. وحاولوا تسحبوا مني الطاقه السلبيه، لا حد ينفس فيني. تكفون اسحب. متى بوصل؟ الساعه قولي 3:30. 3:30 بفتح لايف هناك. اول ما اوصل القاعه بوصل، بناكل تشيز كيك وقهوه بنسولف وزي كذا. بس اركب الطياره اطفي اللايف. اوكي اصلا بطول، بقعد معكم ساعتين. الطياره الساعه 5 بدخل. تمام لبى قلبك يا حسام. خلوني احط بس اللزق واقفل. من وين؟ ايوه انا جبت مقص. ما ايش جبت؟
وين بتروحين؟ الرياض. وين بروح؟ لا ما منحك منحك اروح مكان ثاني قسم بالله. منحك بخاف. طبعا منحك يعني بالسعودي ما اقدر، يعني بخاف، يعني ما اتجرأ بالسعودي. لا لا اتجرأ ليكون المقص ما جبته. نعوني. لا يعني فوق هذا الترتيب كله. ايه جبته. طيب وين بتسافر؟ استودعتك الله خير من استودعتي يا حبيبتي. طيب خلونا بس نحط الازرع حبايبي. في ميلان غريب بس خلاص ما لي خلق اعدل. طيب ياخذ المقص. اسالش بالله خلاص بحطه بالسياره. قال وش يعني مقص نخرتي ولا لصق حق نخرتي غزي؟ بنات انا قاعد اسوي معدل ولا تراني ما قاعد اشوف؟ طح علي لصق تحت وقع والمقص طاح تحت. وقع اوكي ياخذ المقص. خاص بحطه اشتري. خاص بشتري هناك. سهل المقص سهل. اصلا لصقه تنقطع بدون المقص بس انا احبها تكون مرتبه عرفتوا. طيب توكل على الله. استاذنكم يا حبايبي اشوفكم على خير وتعالوا بالسناب ومع السلامة. بس وصل هناك بث إن شاء الله حيكون وصولي على 3:30 أو 3:40 حبث لين ما ندخل للطيران بعدين بقفل. أشوفكم على خير ومع السلامة. باي.